صباح الخير لكل المشاهدين من جديد، بصبح عليكم، بتمنى لكم إن شاء الله أيام خيرة وجميلة وفيها الكثير من المحبة وفيها الكثير من الإنجاز والتفاؤل إن شاء الله. إحنا إذن يعني خلصنا رمضان الكريم وأيضا عيدنا، إن شاء الله تنعاد هاي الأيام المباركة على الجميع بالخير وبالبركة وبالسعادة. خلال الشهر الفضيل كان في برنامج مميز جدا حقيقة، وهاي من شهادتي لأنه أنا يعني من أحد كوادر التلفزيون الأردني، ولكن أيضا كنت كتير أسمع من ناس بيتابعوا هذا البرنامج إنه هذا البرنامج جميل، وهيك بيداعب أرواحهم وبيخليهم يشعروا بالسكينة والطمأنينة ويفرحوا لأنه في مقرئين وفي شباب يعني فعلا مميزين في هذا المجال، في مجال قراءة القرآن الكريم. مقرئ الأردن ونجم مقرئ الأردن حسام القناوي معنا هذا الصباح، حتى اول شيء نهني نقول له الف مبروك. الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك، الله يحفظك، وان شاء الله يا ربي انه يعني بيصير اسمك في الوطن العربي كله في العالم الاسلامي، وانت الله. الان كذلك يعني ما شاء الله عليك استاذ حسام. الله يكرمك، اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك اولا وبشكر يعني التلفزيون الاردني على استضافته الكريمه الي، يعني الله يخليك، اهلا وسهلا، واجبنا والله. استغفر الله، انت يعني خلينا نقول مولود التلفزيون الاردني في هذا المجال. الله يبارك فيك. ولكن اكيد يعني حسام لما بدنا نحكي عن واحد وصل لهذه المرحله من التميز في قراءه القران الكريم، عم نحكي عن تاسيس طويل، يعني عم نحكي عن شغل على الموضوع منذ الطفوله. يا ريت لو تحكي لنا رحلتك مع تجويد وقراءه القران الكريم. الله يحفظك. والله أنا يعني نشأت في بيئة ملتزمة وبيئة دينية. والدي ما شاء الله من القراء يعني، ومن طلاب الشيخ الحصري. وجدي كذلك يعني من القراء، فكان والد في شيء عريق بالعائلة. نعم، هي سبحان الله أبا عن جد يعني. فكان الوالد يعني ينشئ الشباب على حفظ القرآن وأحكام التجويد، فأنا كنت أشاهده يعني بيدرب الطلاب على المقامات وأحكام التجويد والإنشاد والخطابة، وأنا طفل صغير فكنت أتأثر من هذا الشيء. فسبحان الله كنت أقلد يعني الشباب طبعاً بالقرآن وبالإنشاد. لا شك يعني القرآن يعني شيء عظيم، وتلاوته لها أحكام خاصة طبعاً. عرفتي كيف؟ وجماليات خاصة. نعم، جماليات خاصة. القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة بيخلي كل القلوب تخشع من حوله، وأنت بجوز مجرب. نعم. أكيد بطلبوا منك دائما إنه شيخ حسام لو سمحت تقرأ لنا قرآن كريم. نعم نعم، صحيح. كنت أشارك في احتفالات ومناسبات وكانت يعني أذكر وزارة الشباب كانت دائما في المناسبات يعني تطلبني إني أقرأ في الاحتفالات، فهذا كان يعني يشجعني. صحيح طبعا. نعم، إذن هي العائلة، تأثير العائلة، ولكن أعتقد كمان لما استضفت أنا قبل شهر الفضيل المسؤولين عن هذا البرنامج الجميل قالوا إنه كمان لازم يكون في عنده خبرة أو معلومات جيدة. نعم. بل ممتازة عن أحكام التجويد ومعاني مخارج القرآن الحروف. الكريم وتدبر القرآن الكريم. نعم. كل هذا أظني أنت أيضا دارسه أستاذ حسام. والله يعني إحنا بتعرفي يعني إحنا في بداية الطريق. نعم لا شك درست أحكام التجويد عند الوالد. تمام. وجه له تحية اليوم الوالد. الله اللي يبارك يعني فيك يا عنده هذه الثمرة الطيبة ما شاء الله. هو الشيخ محمد القناوي الله يرحمه ويحفظه. درست عنده أحكام التجويد أولا، والوالد ما شاء الله يعتني بمخارج الحروف. فهذا الشيء ساعدني إنه يجمل صوتي في القرآن أكثر. تمام. لأنه إذا كانت المخارج يعني متقنة طبعاً. هذا بيجمل لغتنا العربية جميلة. نعم صحيح كثير. نعم كثير فعلا. وبعد طبعا أحكام التجويد بيجي علم المقامات اللي هو علم الصوت وألوان الألحان وكذا، بنبني على الأحكام. وفي مدارس كأنه حسام صح، في مدرسة المصرية العراقية. نعم نعم. أنت بتعتقد أنك بتنتمي لأي مدرسة؟ أكيد يعني المصرية يعني. المصرية جميل. نعم. أيام عبد الباسط عبد الصمد وهل ترى عبد الباسط من قنا يعني أيضاً. إحنا أصلنا من قنا لكن أنا مواليد السلط ونشأت في السلط وأفتخر. نعم. بالسلط طبعا. نعم. أكيد. وأنت واحد يعني من ثمرات هذا البلد أكيد الطيب. يعني أنا سعيد جدا ومبسوط، يعني حبيت أحكي كلمة. هذا الدرع اللي حصلت عليه أنا بعتبر أنه السلط اللي حصلت عليه طبعاً. لأني أنا واحد من أبناء السلط. أكيد أكيد. الله, الله يسعدك إن شاء الله يا حسام. إذن حسام هاي كلياتها حصيلة ودتك لأنك تنتبه أنه لازم تعمل شيء لتبرز أكثر وتصبح نجم بشكل أكبر. فقدمت لبرنامج مقرئ الأردن. نعم. طيب شو اللي صار؟ صحيح أنه
انا ما 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 كنت اعرف يعني عن المسابقه، كنت اسمع عنها من قبل، لكن الوالده هي اللي حكت لي عن المسابقه، وبصراحه كانت نفسيتي غير مؤهله اني اشترك بهذه المسابقه. انا بعرف الامهات لما يلا يلا نعم يعني كانت نفسيتي غير مؤهله، لانه بتعرفي حال الشباب بيعانوا البطاله بعد الدراسه وعسر الزواج وكذا. لكن والدي اصرت علي وحكت لي ادخل في المسابقه هذه وربنا بيفتح عليك، فانا قلت من اجل والدي يعني الله ان شاء الله بيض وجهي. وهذا ما حدث والحمد لله رب العالمين. كمان بدي اوجه لها تحيه، الله يسعدها ويخلي لك اياها يا رب يا حسام. الله يخليك. وكانت رحله برنامج مقرئ الاردن بكل التفاصيل، مرهق البرنامج، انا حسيت انه انتم تعبتوا يعني، لانه تصفيات ولجنه حكم كل هاي الاشياء. كيف كانت اجواء البرنامج؟ ما شاء الله كانت الصحيح منافسه شرسه، يعني المتسابقين على مستوى عالي من من الاداء يعني. صحيح يعني، فسبحان الله ما شاء الله. انا بوجه تحيه لكل متسابقين اخواني، كانوا هم سبب ترى رئيسي لتشجيعي اني يعني اصل، كانوا دائما يشجعوني كثير من اللي كانوا يطلعوا المتسابقين اللي معك. نعم اتفاجئ انه كل يوم بيبعثوا لي يا حسام بدنا اياك الاول، بدنا اياك الاول. حلو هالجو. اذكر منهم همام ابو العسل ورمضان نعانع وكثير من الشباب يعني ما شاء الله شافوا فيك نجم حقيقي في هذا المجال، وهم ما شاء الله يعني اخوه فعلا من اهل القران. نعم. التكريم شو كان صار فيه؟ يعني شو الفعاليات التكريم؟ والاحتفال بالنتيجه سلمونا الدرع اول شيء، وهذا شيء يعني جميل. وكانت الجائزه 3000 دينار، حصلت على 3000 الحمد لله، لكن قيمه مش بالجائزه اكيد، قيمه يعني بشرف في القران الكريم وحمل القران الكريم. نعم بتعرف. نعم. كمان كنا نقول احنا والشباب يعني الله يسعدهم من اعداد وتقديم الاستاذ القطب والاستاذ الزيوف. انا صايب بدي اذكر الدكتور صالح، الله يسعدهم بدعوا. نعم. يعني نعم. كنا عم نقول انه في نجوم في قراءه القران، نجوم دعنا. نعم. نسميهم نجوما خيره يعني الحمد لله. بكل الوطن العربي، واحنا عندنا اصوات في الاردن جميله، ولكن ما عم نشوف الانتشار الكافي لهم في 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 الوطن العربي او الاسلامي، فعشان هيك احنا كنا مهتمين جدا بهذا البرنامج. نعم صحيح. ومهتمين انه يطلع منه ناس. نعم. مثلكم استاذ. انا بوجه التحيه لدكتور صالح الزيود والاستاذ غسان الزيود، كانوا حريصين جدا على انه يعني الاردن ما شاء الله فيها طاقات، احنا تفاجئنا طبعا ما شاء الله فيها قراء يعني بنفسه على مستوى العالم يعني. عن جد. فأكيد الفضل الأول إلهم يعني، الله يجزيهم الخير. الله يسعدهم ويسعدك كمان يا حسام. الله يبارك فيك. كمان يعني أنا بدي أقول إنه في المستقبل كيف شايف حسام كمقرئ؟ يعني وين شايف حالك؟ شو هي المجالات الآن للمقرئين حتى يصبحوا أكثر لمعانا؟ يعني اللي الناس كلها تستمتع بصوتهم. نعم. الشادي الجميل. نعم. شو وسائل المقرئين هذه الأيام؟ تعرف مع ظهور السوشيال ميديا، مع أكيد السفر، مع أكيد تبادل الخبرات، شو اللي عم بيصير هلأ بعالم المقرئين؟ يعني والله أنا يعني مفكر إن شاء الله، يعني أول شيء أهم شيء إنه هذه بداية الطريق، لابد من أن أطور الموهبة عندي أول شيء عند الأساتذة الأفاضل يعني اللي لجنة التحكيم، وكذلك زي ما تفضلتي يعني وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيل القرآن الكريم. بفكر إن شاء الله أنه أسجل ختمة في القرآن الكريم يعني تنفعنا إن شاء الله حتى بعد الممات إن شاء الله، يكون في استوديو هيك جميل يتبنى. نعم. الموضوع. نعم. ينتج ممكن كمان إنشاء صفحة يعني اللي هي انشاء صفحة اني اروجها. ايه. وكذا طبعا بتعرف هذا صار ضروري والله يا حسام. نعم. نعم. وبدل ما هو هالسوشيال ميديا مرات بنقول للاسف مليء بالتفاهات، خليه يكون مليء بالخير وبالمحبة وبالاشياء الجميلة. صحيح. اللي مثلك يا حسام. صحيح. الله طيب احنا خلينا يعني انا قلت لك بدي اسمع شيء من القرآن الكريم بصوتك الشدي، فلو سمحت يعني انا والمشاهدين ننصت خاشعين لما ستتلوه علينا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الله الله يا حسام ما شاء الله عليك ما شاء الله بارك الله فيك. يعني أنا كوني أنا أحسست جدا بجمال الصوت وبروحانية الأداء. أعتقد هذه مدرسة مصرية والمقامات المستخدمة كانت إيش يعني؟ هذا مقام الرست اسمه. مقام الرست. نعم. عشان هذا بسمو ملك المقامات. نعم. حلو هذا العالم جميل لازم نتعرف عليه أكثر. بدي أشكرك جزيل الشكر. شكر لكم والله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك وألف مبروك تستحق جائزة مقرئ الأردن وهذا اللقب. شكرا جزيلا. شكرا. سلاماتنا لوالدك ووالدتك. اللي شجعوه. كذلك أود أن أوجه الشكر للدكتور يعني سليمان الدقور والدكتور يعني صبح الشرقاوي والدكتور محمد الملا كانوا جدا يعني منصفين وحياديين وقدوة في ذلك يعني. لجنة الله يجزيهم الخير. لجنة التحكيم الجميل. نعم. نعم نعم. الآن شكرا جزيلا أستاذ حسام وألف مبروك. والآن راح نروح